السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم اللي غنتعرفوا فيها على الفواكه الجافة والمجففة باللغة الفرنسية. فمثل هذه الدروس ستساعدكم في إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله. فأولا، الفواكه الجافة هي les fruits secs. les fruits secs، الفواكه هما les fruits، والفواكه الجافة les fruits سك. تمر لدات لدات لدات. فبالنسبة لدات كنكتبوها بدوتي لدات. الجوز لانوا لانوا لانوا. لا نوا كنكتبوها بإكس آخر الكلمة ولكنها لا تنطق. لا نوا. اللوز لاموند لاموند لاموند. الفول سوداني لا كاكاويت لا كاكاويت لا كاكاويت. جوز الكاجو La noix de cajou. La noix de cajou. La noix de cajou. Le fostoc. La pistache. La pistache. La pistache. La pistache. Jaws le bacan. La noix de pécan. La noix de pécan. La noix de pécan. La noix de pécan. Tamar l'hindi huwa le tamarin. Le tamarin. Le tamarin. Le tamarin. Le jaws l'brasili huwa La noix du Brésil. La noix du Brésil. La noix du Brésil. Le bondoc. La noisette. La noisette. La noisette. Sanaubar ou حبوب sanaubar. Le pignon de pain. Le pignon de pain. Le pignon de pain. Sanaubar ou حبوب sanaubar. Le pignon de pain. Le castanet. La châtaigne. La châtaigne. La châtaigne. La châtaigne. Le macadamia. La noix de macadamia. La noix de macadamia. La noix de macadamia. La noix de macadamia. الآن تقلو الفواكه المجففة أو les fruits séchés. Les fruits séchés. العنب المجفف هو les raisins secs. Les raisins secs. Les raisins secs. Le mishmish le mujaffaf. Les abricots secs. Les abricots secs. Les abricots secs. Abricots secs. Le barqouq. Fa bensba le barqouq huwa hada li yadhhar fi soura. Le pruneau. Le pruneau. Le pruneau. Le mouse le mujaffaf. Banane séchée. Banane séchée. Banane séchée. Ananas mujaffaf. Ananas séchée. Ananas séchée. Ananas séchée. تين المجفف
La figue sèche. La figue sèche. La figue sèche. عباد الشمس، فهنا بغيت نذكر لكم هاد الحبوب نتاع عباد الشمس اللي هما لو تورنوسول. لو تورنوسول. لو تورنوسول. فبالنسبه لو تورنوسول فهنا حاله استثنائيه، فدائما كنقول لكم اس الى جات اونتر دو فويل، فالى جات اونتر دو فويل فكنطقوها بزد، فهنا حاله خاصه لو تورنوسول اس. فهنا S جات entre deux voyelles ولكن قريناها بS ماشي بزد. دونك هنا حالة خاصة le tournesol. le tournesol. والآن مروا نتذكروا أهم الفواكه الجافة والمجففة اللي ذكرنا في هذا الدرس. ألو قلنا الفواكه الجافة هي les fruits secs. les fruits secs. وبالنسبة لي فخوي كنكتبوها بالتي ولكن لا تنطق لي فخوي سيك. التمر هو لي دات. لي دات. الجوز لا نوا. لا نوا. اللوز لاموند. لاموند. اون اموند ف لاموند نون فيمينا كنقولو اون اموند. اموند. الفول السوداني هو لا كاكاويت. لا كاكاويت. لا كاكاويت. جوز الكاجو لا نوا دو كاجو. لا نوا دو كاجو. بالنسبه للفستق فهو لا بيستاش. لا بيستاش. لا بيستاش. العنب المجفف لي غيزان سيك. لي غيزان سيك. لي غيزان سيك. والمشمش المجفف فهو لي زابريكو سيك. لي زابريكو سيك. هنا ايضا بالنسبه لي زابريكو كنكتبوها بالتي ولكن لا تنطق لي زابريكو سيك. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه، تعرفنا فيها على الفواكه الجافه والمجففه باللغه الفرنسيه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه، تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائده، ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.